أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف 11، هذا هو وصف لوحدتي وجهدفنا الوحدة الثانية. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور العناوين التي ستكون موضوع دراستنا في هذه الوحدة، كونوا معي. بداية وكما يظهر أمامكم، قال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. من العنوان نحن سنعرف أن كل ما يدور في هذه الوحدة هو الجهاد. كما تلاحظون أن الدرس الأول من سورة آل عمران، الدرس الثاني جهود علماء المسلمين في الحفاظ على السنة النبوية الشريفة، الدرس الثالث الزواج، سنتحدث عن مشروعيته مقدماته، و و و الجهاد في سبيل الله يوم مؤتة الذي سيكون هو موضوع مشروع هذه الوحدة. سورة آل عمران، نتاجات هذا الدرس يتوقع منك عزيزي الطالب أن تتلو الآيات الكريمة من سورة آل عمران تلاوة سليمة، أن تبين معاني المفردات والتراكيب الواردة في الآيات الكريمة، أن تفسر الآيات الكريمة تفسيراً إجمالياً، أن تحفظ الآيات الكريمة غيباً، أن تمتثل لأمر الله تعالى. الخريطة المفاهيمية لهذا الدرس، وهو ملخص المحاور التي سيكون في هذا الدرس: فضائل الشهداء، طاعة الله ورسوله والثقة بنصر الله، جزاء الطاعة والثبات. بعد ذلك عزيزي الطالب، سننتقل إلى الدرس الثاني، وهو كما يظهر أمامكم جهود علماء المسلمين في الحفاظ على السنة النبوية الشريفة. النتاجات التعليمية، يتوقع منك عزيزي الطالب تحقيق النتاجات التعليمية الآتية: أن توضح طرق تصنيف السنة النبوية الشريفة، أن تتعرف إلى بعض الكتب المصنفة في السنة الشريفة، أن تبين أهم الجهود المعاصرة في الحفاظ على السنة الشريفة، أن توظف الوسائل التكنولوجية في خدمة السنة الشريفة، أن تقدر جهود العلماء في خدمة السنة الشريفة. وبالطبع عزيزي الطالب، سينقسم الدرس إلى محاور متعددة. المحور الأول سيكون الجمع والتدوين، المحور الثاني طرق تصنيف السنة النبوية الشريفة، المحور الثالث العناية بالسنة النبوية الشريفة في العصر الحديث. وكما تلاحظون أعزائي الطلاب، أن الدرس الثالث لهذه الوحدة هو الزواج، مشروعيته ومقدماته. يتوقع منك عزيزي الطالب بعد الانتهاء من هذا الدرس أن تبين مفهوم كل من الخطبة والزواج، توضح حكم كل من الخطبة والزواج، أن تتعرف إلى الحكمة من مشروعية كل من الخطبة والزواج، توضح أسس بناء العلاقة الزوجية، تعدد أحكام الخطبة، أيضاً النتاج الأخير أن تقدر تشريع الإسلام لأحكام الزواج. والخريطة المفاهيمية لهذا الدرس تتفرع إلى محاور متعددة. المحور الأول سنتعرف فيه إلى مفهوم الزواج، المحور الثاني حكم الزواج، المحور الثالث حكمة مشروعيته، لماذا رب الله سبحانه وتعالى شرع الزواج. أيضا سنتعرف إلى أسس اختيار الزوجين، كيف يختار الزوج
زوجته وكيف تختار الزوجة زوجها. الخطبة وأحكامها، سنتعرف إلى كل هذه المحاور في هذا الدرس. بعد ذلك سننتقل إلى درس الجهاد في سبيل الله. عزيزي الطالب، في هذا الدرس يتوقع منك أن تبين مفهوم الجهاد، توضح حكم الجهاد وفضله، أن تعتز بأخلاقيات الجهاد في الإسلام. الخريطة المفاهيمية لدرس الجهاد في الإسلام. سنتعرف إلى مفهومه ومراتبه، حكمه وفضله، أخلاقيات الجهاد في الإسلام. بعد ذلك عزيزي الطالب، سننتقل إلى درس مهم، وهو كيف طبق المسلمون أحكام الجهاد وكل ما مررنا به خلال هذه الوحدة في معركة مؤتة. يتوقع منك عزيزي الطالب أن تتعرف إلى سبب معركة مؤتة، أن تصف أحداث معركة مؤتة، أن تستنتج العبر والدروس المستفادة من أحداث معركة مؤتة، أن تقدر تضحيات الصحابة الكرام في سبيل الله تعالى. هذا هو عرض سريع لما سنتناوله خلال الوحدة الثانية من هذا الكتاب. هنا عزيزي الطالب، أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.